السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد مصطفى. هنتكلم إن شاء الله، هنعمل ريفيو النهاردة عن غسالة أطباق هوفر. طبعا هوفر غني عن التعريف، براند عالمي جدا، موديل من موديلات غسالات عالية الجودة بضمان العربي. ياريت بس ما تنسوناش بسبسكرايب واشتراك في القناة لتدعيمنا. النهاردة هنعمل ريفيو عن إمكانية الغسالة الهوفر دي. أدي الموديل بتاعها HDBN4S603BB، 16 فرد، بتبقى أعلى كفاءة وأقل استهلاك كهرباء. معدل استهلاك الكهرباء هتلاقيه 17 كيلووات تقريبا في الشهر، تلاقيها A+3، يعني موفرة جدا في الكهرباء، أقل استهلاك كهرباء. بتبقى سوبر سايلنت بدون ضوضاء، الضوضاء بتاعتها بتبقى مستوى الصوت 41 ديسيبل، وده أقل مستوى صوت في أي غسالة أطباق، فيعتبر كده أقل صوت وأقل استهلاك كهرباء. بتبقى 16 فرد برضو أعلى كمية ممكن تاخدها من الأفراد، بتبقى 12 برنامج أعلى معدل برامج لأي غسالة أخرى. المقاس بتاعها 60 سنتي عرض، 60 عمق، 85 ارتفاع. فيها إمكانيات قوية جدا هنتعرف عليها إن شاء الله. يعني فيها بنبتدي إنه فيها شاشة عرض، شاشة ديجيتال LED، شاشة نظيفة طبعا زي ما أنتم شايفين، ويتحدد فيها كل الإمكانيات، والإمكانيات دي هنتكلم عليها بالتفصيل. إذا كان هي اساسا هذه الباور، التشغيل، البروجرام، تختار البرنامج من 12 برنامج بيظهروا لك ده، بانها بتشتغل بالواي فاي برضو، فيها علامه واي فاي، فيها بلوتوث برضو هنتكلم عليه، فيها خاصيه الفتح الاوتوماتيك اول لما تخلص برنامج غسيل، وفيها برنامج النص حموله برضو، ده برنامج مهم جدا، وفيها برنامج السريع، وده زرار الستارت اللي هو التشغيل. فيها برضو فلتر مضاد للبكتيريا، وده حاجة مهمة برضو ممكن نتكلم عليها. وطبعا ممكن تستخدم جميع أنواع المسحوق إذا كان أقراص أو بودرة. درجة الحرارة القصوى للغسالة 75 درجة مئوية، أعلى درجة فيها تبقى 75 درجة الحرارة. الفتح الباب زي ما قلنا لحضراتكم بيفتح أوتوماتيك عند تشغيل البرنامج، ودي العلامة بتاعت فتح الباب دي تكلمنا عليها. طبعا تكنولوجيا فيها، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي برضو، لانها بتستخدم الواي فاي والبلوتوث، ممكن تتحكم فيها عن بعد. فيها امكانية التحكم عن بعد باستخدام الصوت من خلال تطبيق الهوفر ويزارد، وده برضو برنامج مهم، ممكن بالصوت تتحكم في تشغيلها وفي تشغيل البرنامج وفي اغلاقها. برضو فيها تكنولوجيا الـ NFC، بصراحة امكانياتها تلاقيها قوية جدا وعالية جدا عن اي غسالة اطباق، ننصح بها اي حد محتاج غسالة اطباق متكاملة الجودة عالية الكفاءة، حاجة محترمة بضمان العربي، بضمان 5 سنين. امكانية الاتصال بالواي فاي وقلناها برضو حضراتكم، امكانية الاتصال بالبلوتوث اللي برضو وضحناها قبل كده. فيها مزود بقفل ضد عبس الاطفال، تمام، وفيها إمكانية تغيير ضغط المية خلال دورة الغسيل. الجهد الكهرباء اللي ممكن تاخده من 220 فولت ل 240 فولت. البرامج بتاعتها بيبقى 12 برنامج، أي غسالة هتلاقوها 9 برامج، 10 برامج، 7 برامج، لكن الغسالة دي طبعا إمكانياتها عالية جدا وقوية جدا، بتبقى 12 برنامج. بتبقى برنامج المكثف، برنامج غسيل المكثف، برنامج الاقتصادي، وبرنامج الستيم والبخار، وفي برنامج سريع اللي هو 29 دقيقة عنده حمولة 6 أفراد، وفي برنامج سريع 39 دقيقة لحمولة 8 أفراد برضو، وفي برنامج حضراتكم تمهيدي، وبرنامج تعقيم برضو، وبرنامج عناية شاملة، وبرنامج اللي هو الشامل الإضافي،
وبرنامج للكاسات والأواني زجاجية، وده بيبقى طبعا برنامج أرق شوية للحفاظ على الأواني الزجاجية والكاسات. كده احنا تكلمنا عن كل جوانب الغسالة وكل برامجها. طبعا الغسالة باللون الأسود زي موضح لحضراتكم، طبعا هنشوف الغسالة من جوة اهو حضراتكم، البرامج زي ما قلنا لحضراتكم اهي، هذا 12 برنامج، هذه حضراتكم البرامج مكتوبة عند حضراتكم، هي برضو واضحة مكتوبة على الباب. إذا كان البرنامج الإيكو ده الاقتصادي عند درجة حرارة 45 درجة مئوية، وبرنامج التعقيم عند 75 درجة وهي أعلى درجة للغسالة في برنامج التعقيم. بعد كده البرنامج الإنافة من 50 ل60 درجة، وبعد كده برنامج اللي هو السريع اللي هو 39 دقيقة عند حمولة 8 أفراد، ودول ده بيبقى عند درجة 60 درجة مئوية، وده برنامج اللي هو السريع اللي هو 39 دقيقة لست أفراد، وده 50 درجة عند 50 درجة مئوية. طبعا حضراتكم بعد كده هنبص على البرامج، هنلاقي اهو حضراتكم البرنامج ده اللي هو الخمس دقائق، ده اللي هو برنامج التمهيدي بتاع دورة الغسيل، برنامج 75 درجة مئوية، ده برنامج طبعا اللي هو التعقيم اللي هو الستيم، هتلاقي زي اللي هنا برضو 75 درجة مئوية. بعد كده اللي هو توتال كير اللي ده برنامج العناية الشامل، وده عند درجة حرارة 50 درجة مئوية. بعد كده اللي هو الأوتو من 65 ل 75، ده برنامج الشامل الإضافي طبعا هو واللي تحته. بعد كده مو اللي هو اللي عنده 75 درجة بتاع الأواني، ده برنامج الأواني الزجاج طبعا هو عنده 45 درجة مئوية. باب حضراتكم زي ما تشوفين مستلس طبعا، ده مكان للمسحوب والزيت، موضح لحضراتكم عالية جدا. الغسالة من جوا بتبقى ثلاث رفوف، رف سفلي رف أوسط، الرف العالي بتاع المعالق والشوك والسكاكين، وطبعا عاملين برضو شبكة إضافية للمعالق والشوك والسكاكين برضو إضافية عن الرف ده. بتبقى اثنين رشاش، بيبقى عادي رشاش سفلي ورشاش وسط، يعني ثلاثة رف واثنين رشاش. طبعا نظر حضراتكم ادي مكان طبعا للتنظيف، حط الملح والكلام ده كده. خامة الغسالة من جوا ممتازة جدا كلها استلس. هنا السنون بتتني تاخد كمية اكبر من من الحلل والكلام ده. السنون هتلاقيها صغيرة طبعا اللي هي تشمل مساحة اكبر بكتير. الرف اللي فوق حضراتكم برضو هتلاقوه واسع للاطباق والحاجات دي. في رفين على جنب، في ناس بتستخدم برضو شوك المعالق والسكاكين. بصراحة خامتها عالية جدا وجودتها عالية طبعا، هننصح بها اي حد. غسالة روفر براندات عالمية قوية جدا وبضمان العربي، ضمان 5 سنين. السعر بتاع الغسالة تقريبيا بيبقى في حدود 11400. بصراحة بالنسبة للسعر برضو يعتبر متميز جدا بالنسبة لامكانيات الغسالة وجودة الغسالة. غسالة بصراحة قوية جدا، مستغناش عنها اي عروسة او اي ست بيت، حاجة محترمة. اتكلمنا عن كل جوانب الغسالة وسعرها وبرامجها. اتمنى انا اكون فدت حضرتكم في
بعض المعلومات البسيطة اللي قلتها عن هذه الغسالة، وريت تدعمونا بسبسكرايب واشتراك في القناة، وشكرا لحضرتكم.